Elhamdülillah ve salatu ve selamu ve resulü'l-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 ü'
اللهم بارك لنا في سعينا كل التامين يا رب العالمين. من جعل الارض قرارا غير قرارا ما استطعنا الوقوف فيها او الانتقال عبر مصاريفها. من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا لو كان مكناش تصعب الانهار في ليش مش يعيشوا اللي في مصر ولما بين النهرين تصور دمشق نهرين بكم وهذا مجرد. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا حتى لا يخرج من جوه كما لذكر نفسه في سورة الكهف صاحب الجنة. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي جبال من القليلة مستقرة ولا رأي ليش جبال ذلك مغروسة في أعماقها وتتصف فيما بينها وفي أعماق الأرض بل كانت الأرض ولا تكون حتى لها مكان واستقرار وهي تسبح بأمر ربها. وجعل بين البحرين حاجزا وهذا كذلك حول بعض الناس البرشا برشا ناس مستثمر الأيادية فآمنوا بالله في وراء قانون الذي يهيمن على اتصال المائين بعضها ببعض هذا الرجال هذا بلا سائر الشاربين بلا حلو غير مر غير مالح. وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون لا يتعمل غيرهم من سوف الكبر لا يعلمون فأنت تتعلم في الميادين كلها أنه تعرف شنو شكون مهندس وشكون محرك الأسباب وشكون مثبت القوانين والله اللي ما تعيش في كل الأحياء أنت تدعي علميتك العلم كل ما تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء مش شيء أشياء معاهم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا مرج البحرين يستقر ربكم سورة تكوير الرحمن حاجز إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون والسلام.